صبحكم الله بالخير ومبعث يوم المبعث مبارك لكم جميعا ان شاء الله. شيخنا اليوم انتم تشاركون في جناح خاص لكم، ممكن ان تعرفونا شنو نوع الاصدارات نوع الفعاليه؟ نوع الفعاليه والمشاركه ليوم القراءة العالمي الذي يصادف يوم المبعث. نعم. نحث في هذا اليوم الناس على القراءة لما لها من الأهمية الأكيدة على صقل شخصية الإنسان وعلى طريقة كلامه وعلى علاقته بالآخرين. وطبعا لا يسعني إلا أن المقطع الذي سبقني الأستاذ الدكتور فيه مدح وثناء لنا، لا نستطيع إلا أن نقول له جزاك الله ألف خير. وهي كلمة إنصاف ومنكم الأستاذ على زيارتكم لنا والتعريف في مكتب فضلاء النجف الأشرف جمعية الإمام الرضا، ونحن هنا بخدمتكم. والشارع هذا الشارع شارع لعب الأفزاري، مما يفرح المثقف ويفرح أهل العلم والمعرفة. جزاكم الله الخير على هذا الإعلام الذي تقدمونه وهذا المكان الذي تقدمونه. شيخنا شو نوع الإصدارات اللي عندكم؟ هذه إصدارات اجتماعية معرفية علمية عقائدية، تهتم بالشباب بالنساء، حتى هناك مرسم للأطفال، يعني مختلف الأعمار مختلف الثقافات. الثقافة العالية يجد كتاب يقرأ أو يستهوي ويقرأ، ونحن قد في 10 دقائق أقرأ كتاب ب10 دقائق وتملك هذا الكتاب وهو حافز للقراءة. طبعا الذين يقرؤون ليس بمعنى أنهم لا يقرؤون في أوقات أخرى، لا، لكن تستهويهم هذه العناوين الكتب ويتملكونها. ان شاء الله شيخنا بالاسابيع المقبله تشاركون باصدارات عندكم، يعني فشيء تودعوا يعني توعدون الجمهور بذلك الاصدارات ان شاء الله. نحن دائما نشارك في مركز الامام الصادق. نعم انا قسمنا الخاص قسم نعم العقيده والفكر الاسلامي. نعم لكن هذه المناسبه اردنا ان نحييها بمشروع اقرا، بهذا مشروع اقرا. نعم مناسبه يوم المبعث، هو يوم نزول الايه القرانيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإحياء لهذه الآية القرآنية. وهي القراءة بعد القراءة إذا كان منفعة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد لها الاستمرارية في النجف الأشرف إن شاء الله، مدينة العلم والعلماء. جزاك الله خير. شكرا جزيلا شيخ، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.